يلا بيتك بيتك من هنا يلا. شوف الواد يا ولا. قوم يا واد انت، قوم يا واد من هنا. قوم يلا. ما تسمع الكلام بقى. اوعى تعالى هنا، انزل يلا انزل امشي. تحيا وانت ملزق زي امك. ها بيرن. الو. اي ماما، ايه اللي خرجك تاني يا ماما لوحدك؟ احنا مش اتفقنا مفيش خروج لوحدك تاني؟ صاحبتك مين؟ طب انت قادره تسوقي ولا تحبي اجي اخدك؟ خلاص يا ماما زي ما تحبي، بس لو سمحتي يا ريتي بتردي على التليفون. باي. صاحبتها مين دي؟ انت بتساليني انا؟ ده المفروض انا اللي اسالك. هي المدام فاضيه ولا فيها دماغ للصحاب؟ مفيش حاجه اتغيرت من يوم ما سافرتي الا المشاغل زادت والمشاكل تقلت. تحب افرغ معاكي؟ لا سيبي لي الحاجه وروحي انت اعملي الغدا. على رايك الا دول ياكلوني. امنت بالله. مشيرة لقيته اللي عمل كده في ابني. هو اتقتل هنا صح؟ ايوه. انا عايزة ادخل. ما انصحكيش ان انت تدخلي دلوقتي. هو كان في حد معاهم ولا جم لوحدهم؟ أنا فاكرة إن هما كانوا لوحده. طب كان في حد متعود يزورهم هنا في الشاليه؟ ما افتكرش. طب حد يعرف العنوان هنا غيرك؟ كل الناس تعرف العنوان. كل الناس؟ يعني أنا وفاء وزيزي وخليل وأمجد. كانوا ساعات في المصنع بيحتاجوا إن أنا أمضي على أوراق مستعجلة. كان خليل بيجيبها لي هنا. أو بيبعت لي أي موظف بيها. طيب تقدر حضرتك تدخلي لو حبيتي؟ شكرا. العفو.